مو حلوه القصه، ليش قصيت لنا اياها؟ لان باكر كل واحد فيكم يكبر راح يصادف فيل، فما بيكم تغلطون غلطه النمله. حتى انت لما كبرتي طلع لك فيل؟ اي حبيبي. وين خاشيته؟ هني. شو اسمه؟ تليف بالكبد. كم عمره؟ 4 أشهر. شو ياكل؟ عافيتي. ايش يشرب؟ عمري. اشرب عمري من الحين لما ألقى متبرع. رديت تالي شريت نفس الغرض من نفس المحل وما وصلتني رسالة خصم. ثاني مرة اندفع مني اخوي، اي انخصم مني. الحين يوم ما اشوف الرسايل ولا مخصوم مني مرتين. وصلك رسالة نصية استاذ. اي اخوي، خصم 2.5 دينار. تالي خصم 2.5 دينار عقب دقيقة بينهم. يوم اشوف حسابي ولا مخصوم مني 5 دنانير. طالع عندي بالسيستم انه عملية واحدة مقبولة. خلال 3 أيام عمل بيرجع المبلغ المحجوز. سوي سوي أخوي، يعني إن شاء الله لا أحد، 2 3 إن شاء الله يردون الفلوس بحسابي عدل. صح. أي خدمة تانية؟ لا لا، مشكور مشكور أخوي. شرقانة صج. عافية عليك، عافية. والله عودة. سلامات سلامات سلامات. خوش تصل، عافية عليك. أنس، ما شفت قفافل قدامك؟ ليش ما لحقتني؟ بغيت أموت. كنت لاهي ما أدري. والله تشهد. ما أدري هذا، كنت لاهي وياه ما فطنت والله. قاعد أأشر لك. شو المكالمة المهمة اللي قاعد تلهيك عني؟ شنو ما فطنت؟ مو ساعة حاطيني على الهولد. أنا أعرف هالحركات، يبون نمل عشان ما نسأل، ودينار منك ودينار مني، طقوا لهم اليوم. تعلميني في البنوك. أنس، أنت مستوعب أنت ايش قاعد تقول؟ قاعد أقول لك بغيت أموت، وقف مني النسم، بغيت أموت. إيش دعوة إيش دعوة بغيتي تموتين؟ شو هالتطفول؟ أنت علشان تموتين يبي لك 3 دقايق من غير هواء. انت ما طاف الا دقيقه، يعني باقي لك 2 دقيقة وتموتين. عاد انا ما راح اخليك بلحقك باخر لحظه. ادري. يا ايش فيك تكدرتي كذي؟ والله كنت بلحقك. لاني مو باص لازم تركض اسرع شوي عشان الطب داخله. انا البيت انس. انا ما صرت علشان تلحقني. انا صرت علشان تسكنني. فهمني انس؟ إذا شيء انكسر فيني صغير أنت اللي لازم تصلحه. لما شيء يطيح تلقفه، مو تلحق عليه، تلقفه قبل أن يوصل الأرض. فهمتني؟ احنا الحين قاعد نتكلم عن الزيتونة اللي شاركتي فيها لأني ضعت. أنا تعبت أدورك أنس.
شو طار الباص؟ بقول لك تعبان يا عم، تعبان انت مش فاهم ليه؟ حرام عليكم يا جدعان. الصاير الصاير ايش فيك انت؟ منو انت بعد؟ حضرتك انا سيمو اللي كنت مع كريمه. كريمه تعبت قوي وما كناش عارفين نوديها فين، فافتكرت بقى ان حضرتك هنا. هو تعبانه ايش فيها؟ مغص جامد قوي وعماله ترجع دم، ما كانتش عايزه تيجي والله جايبينها بالعافيه. فين يا اولاد الجرمانه؟ ابعدوا عني. سيمو الكف. وي 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 الحين هذه تعبانه. ابعدوا عني الحلوين. كريمة اهدي شوية، اهدي لازم يشوفك حكيم. انا قلت تعالوا تعالوا يشوفني ويشوفني. لا حد يشوفني. هدي هدي بس ايش فيك؟ تعالي بس تعالي تعالي ارتاحي. تعالي 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 ارتاحي. ايش منك خايفة انت؟ قولي لي. خلي لحظة شوي لحظة شوي. هني الألم؟ خلاص انا مش عايزه حكمه، رجعوني الفندق والله لا تمر يا كريم. ودوها عند دكتور انس الباطنيه يفحصها. بطلي يا لا لا والنبي ما حدش هيفحص. ابعدوا عني ابعدوا، ما حدش هيفحص، ما حدش هيفتح بطني. لا لا ما حدش هياخد حاجه مني والنبي. لا عيب عليك، شنو ما حدش ياخد منك حاجه؟ احنا وين قاعدين؟ ترى في مستشفى محترم والله. ولاش عرفني يا اختي؟ ولاش عرفني لما تفتحوها يا اختي؟ ودوها دكتور انس ودوها.